بعض الناس إذا سلمت عليه وهو جالس يعتذر بقوله عز الله مقامك. إيش؟ بعض الناس إذا سلمت عليه وهو جالس نعم يعتذر بقوله عز الله مقامك أو كذا. عز الله مقامك. إيه نعم. وش معنى؟ إذا سلمت عليه وأنت جالس يا شيخ. يعني مريت بشخص وهو جالس وسلمت عليه. صافح. ها؟ مصافح صافح. ها. أنت واقف وهو جالس. إيه. ينبغي الإنسان إذا سلم عليه أحد ومد يده إليه أن يقوم لئلا يكسر قلب صاحبه، إلا إذا كان يشق عليه القيام مثل أن يكون المسلمون كثيرين وهو جالس ويشق عليه كلما جاء واحد قام، فلا بأس أن يمد يده وهو جالس. أما مسألة عزك الله فلا داعي لها، لا داعي لها، فلا يقول. ثم ها هنا مسألة، وهي أنه شاع عند كثير من الناس اليوم أن الداخل إذا دخل بدأ بأول واحد يليه عند الباب وصافحه ثم مشى على الناس، وهذا غلط من وجهين. الوجه الأول أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل على مجلس أن يصافحه، بل كان يجلس حيث ينتهي من المجلس بدون مصافحة. المصافحة تكون عند الملاقاة في الشارع. ثانيا أنه يبدأ بالأيمن مع وجود من هو أكبر منه، وهذا غلط أيضا، لأنك إذا دخلت على مكان وفيه صغار وكبار ابدأ بالكبار، بخلاف ما إذا كانوا جالسين على يمينك ويسارك فابدأ باليمين ولو كان أصغر. ولهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى في المنام رجلين ومعه سواك، لما أراد أن يناولهما قيل له كبر كبر. وهذه سنة الناس لا شك أنهم يريدونها لكنهم ما اهتدوا إليها. فيقال الأفضل إذا دخل الداخل أن يسلم على العموم ثم يجلس حيث انتهى به المجلس، وإن كان قد أعد له مكان يذهب إلى مكان، لأن ربما يكون المدعو صاحب جاه أو مال أو علم وقد أعدوا له مكانا خاصا، فهنا يذهب إلى مكان فقط ولا يمر على الناس بالمصافحة. ثانيا إذا دخلت المجلس ومعك الشاهد تبي تناوله الناس، من تبدأ؟ بالأكبر ثم بالذي على يمينك أنت، هكذا. مثلا إذا كان الأخ هو الأكبر نعطيه إياه أول، ثم يعطيني إياه ولا يعطي الثاني؟ الثاني اللي على يمينه هو، لأن الصاب له يمين ويسار، فإذا ناول الأكبر قلنا من على يمينك؟ الذي على يمينه هو الذي على يسار الأكبر.